أولا تعليقا سريعا على سرعة إزالة هذا القرار، وأعتقد هذا يظهر تخبط السياسة الأمريكية في اليمن وعدم وضوح سياستها، وبالأصح عدم وجود أي سياسة مباشرة. تهورت إدارة ترامب بالفعل بإصدار هذا القرار، وكان هدفها هو إضعاف جماعة الحوثيين، بالرغم أن التأثير على الحوثيين كان محدودا جدا مقارنة بالتأثير على المساعدات الإنسانية والاقتصاد وكذلك معيشة وحياة الناس بشكل يومي. ولكن شبيها بإدارة ترامب أتت أيضا إدارة بايدن، وهذا أيضا يظهر هذا النوع من التخبط، وقامت بتعطيل هذا القرار دون الحصول على أي تنازلات من قبل جماعة الحوثي، دون أيضا الحساب على ما هي العوائد السياسية على هذا النوع من إزالة القرار. ويأتي ذلك، ويمكن أن يظهر ذلك، أن هناك أو تظهر الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل دوليا في موقف ضعيف تجاه جماعة الحوثي. لكن وأيضا يعني الجانب الآخر قد يطرح البعض يعطي أن هناك إدارة جديدة ذات توجهات مختلفة تحاول كما قالت هذه الإدارة تصحيح ما بعض الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة السابقة، لكن السؤال التبرير الذي سمعناه من هذه الإدارة الجديدة أن هذا القرار رفع الحوثيين من القائمة سيدعم جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، هل تتفق مع هذا وكيف؟ أولا نريد أن نعرف لماذا أقامت أو لماذا تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن القرار، ونقول بالتحديد إدارة بايدن. وكان من الواضح والجلي أن هناك ضغوط دولية وضغوط أممية على الإدارة الأمريكية، وأيضا هناك كان ضغط إعلامي متواجد على مستوى العالم، وهنا يحاول الأمريكان أن يظهر حسن النوايا وأيضا تقديم صورة مختلفة عن إدارة ترامب، وليس بالضرورة أن ذلك سيكون إيجابيا على اليمن. هذا النوع من إزالة القرار لا ينظر إلى حل الإشكالات اليمنية من الداخل، لا ينظر إلى صراع اليمني اليمني، لا ينظر إلى إحداث فارق في نوعية الصراع داخل اليمن، وإنما ينظر إلى ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة موضعة أو تموضع موقفها السياسي وأيضا الأخلاقي في المنطقة. عند النظر إلى هذا القرار بشكل أو بآخر، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن طيب. لنرى إلى تقرير الخبراء، خبراء الأمميين، في ما يخص كيف يستفيد الحوثيين من المساعدات الإنسانية. وتم ذكر ما يقارب من 1.8 مليار دولار تستفيد منها جماعات الحوثي وتسخرها في العمليات العسكرية. عندما ننظر إلى هذا النوع من الاستخدام أو الاستخدام لهذا النوع من الأموال فيما لا يخدم المواطن اليمني، نرى أن أيضا طيب، سرعان أو إعادة أو لكن إزالة في هذا وقت القرار لا تضغط يأتي بأي فائدة الولايات فعلا. المتحدة لإنهاء الحرب، ألا تعتقد أن هذا القرار سيدعم محاولات إحلال السلام في اليمن، سيشجع الحوثيين على الانخراط بشكل إيجابي في هذه الجهود؟ إذا رأينا هذه التحركات الأمريكية السريعة، لا نرى أنها أخذت ذلك بعين الاعتبار إطلاقا. الصراع اليمني أصبح معقدا اليوم أكثر من سابقه، قد يفوق أيضا قدرات وجود مبعوث أمريكي خاص للتعامل مع هذا الملف. أيضا إذا نظرنا إلى اليمن من الداخل، ونظرنا إلى أيضا إلى أجندة جماعة الحوثيين وأيضا الصراع الداخلي، لا نرى أن هناك أي توافق سواء في الأجندة الأمريكية أو أيضا التحركات الأمريكية، ولا ينظر إليها، لا يوجد أي تشابه. طيب، قد نرى الحوثي سيقدم أي تنازلات خلال لكن هل الفترة يمكن اعتبار هذا القرار محاولة من الإدارة الأمريكية الجديدة لفتح صفحة جديدة مع إيران، أو رسالة حسن نية تجاه إيران ربما في هذه المرحلة؟ هو بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تعيد موضع أو تموضع نفسها في المنطقة، وهذا قد يحدث اختراق فعلي في تخفيف النزاعات ما بين المملكة العربية السعودية وأيضا إيران. ولكن السؤال، هل سينعكس ذلك إيجابا فعلا على الصراع الداخلي في اليمن؟ لا أتوقع ذلك. الصراع اليمني أصبح اليوم كما أشرت، ولو أن هناك تأثير إقليمي، ولكن هناك تفاصيل وتعقيدات محلية لا يمكن إذا حتى وجد أي توافق ما بين المملكة العربية السعودية وإيران أن يحدث فارقا فعليا على المعركة على الأرض. نعم، شكرا لك الأستاذ أسامة الروحاني.